زون ميكس مع اول الضيف اليوم في حصتنا اليوم سيد عاوز طرابلسي رئيس اداره تعيين التحكيم. تابعونا ايضا في الساعه الثانيه باش يكون ضيفنا لاعب الاتحاد المنستيري ياسر جلاسي، واحد من نجوم البطوله الموسم هذا، متالق كالعاده كيفه كيف النادي نتاعو. دونك نبدا الحوار نتاعنا مع السيد عاوز طرابلسي. سي عاوز نعاود نرحب بك من جديد. وفي البحث نتاعي انا على الحصه اكتشفت حاجه فما نعرفهاش قبل. اسمك الحقيقي عمار بالحق؟ عمار عاوز طرابلسي. عاوز عمار طرابلسي. زوج اسامي علاش؟ والله الوالد الله يرحمه حب حبه كيكا ما نعرفش فتتر، هو عنده زوز اسامي يحبوه يجمعهم في اسم واحد. انت تفضل. انا والله هي تعرف كيفاش عواز وكيفاش كان سي ناصر كريم الله يذكره بالخير، انا نقول له حط الاسم هذا ويقول لي لا، قال لي حط عواز مش موجود تعرف به. قال لي هذا نحب انا الاسم هذا. قلت كيكا. انت ما عندكش حاجه تفضلوا ولا حاجه قولوا ما تحبش شويه عمار ولا لا؟ بالعكس عليه، نعرفش ربي يعمر دارك ويعمر ديارنا وبالعكس نحبها برشا. بتتر الناس اللي عندهم كومبلكس ولا حاجه يبدا ما نعرفش يعني يقول لك اسم قديم ولا ما، لان نقول اسلام اسم طفله ولا اسم ولي سي دي نامبورت كوا. هو فما الزوز يمشي الزوز يمشي الزوز. يعني ماهوش كومبلكس، ما انت تنجم تقول اسمي مستعار. نعم تعرف باش تستعار، تستعار كي تعمل خايب، كي تقدح في اعراض العباد، كي تعمل حاجه اللي ما تشرفكش وتشرفش عائلتك. اما انا فرحان باسمي، يرحم بابا وامي اللي سماوني، ربي يفضلهم وربي يرحمهم. الله يرحمهم. الكل ما عنديش عقد الحمد صحيح. لله. باهي خلينا نبداو من جديد. جديد في نهائي كاس تونس سي عواز، برشا كلام بعد المقابله كذلك مش تحكيميا لكن صحيا. كوفيد 19 كان متفشي في الملعب بن جنات، كيفاش عشتوا المقابله؟ اسكو كان عندكم علم باصابه مجدي ترابي؟ كل ما نسمعوا اليوم يوميا نسمعوا بملاعبيه مترجي من المستير. طمن على حاله الحكام، حالتك انت كذلك كنت موجود في الملعب. اولا الحمد لله، يعني الحكام ولا احنا ولا المرافقين الكل ولا المكونات المكتب الجامعي كانت موجوده، الناس كل حالتهم لاباس. تعرف اللي انا عملت يظهر لي كل عملت تروا زيكزامان، يعني لي تيست عملت تروا فوا. كل ما نجيبوا اربيترات باش نعملوا تيست كسوا في التورنوا صغيره نتاع ليغ 2 ولا نتاع ستاج اللي عملناه، نعمل لي تيست الحمد لله. تيست رابيد هذاك ولا بي سي ار؟ لا لا عملنا بي سي ار وعملنا رابيد. الحمد لله ربي بقى علينا الستر، وبالمناسبه ربي بقى الستر على الناس كل وعلى خاصه لاعبي الترجي ولاعبي الفرق الاخرى اللي خاصه خويا وصديقي معين ربي يفرج عليهم. الناس الكل هما برشا عطل لاعبيه، برشا برشا ما نجمش نسميهم. انا يعني ما شاء الله برشا ملاعبيه من باجا من الجيش الرجيش حمام لمف، عده لاعبين. هذه بون كريز مونديال، الواحد يستحفظ وربي يستر. كان عندكم علم قبل الماتش بالاصابه مجدي تراوي ولا؟ بون هذه تدخل اللجنه الطبيه، انا ما عندي حتى فكره على شيء هذايا. ما احنا الحكام نتاعنا قبل ما يمشيوا ديما عندنا لي تيست سواء في تربصات ولا قبل ما ندخلوا حتى في دوره البلاي اوف هذيك عملنا لهم، يعني قبل ما يدخلوا حتى الاستاج عملنا لهم تيست للناس كل. بعد ما عنديش علم يعني هذا يخص لجنه طبيه. انت شخصيا سمعت ولا ما سمعتش؟ لا ما سمعتش. سمعتش والحمد لله انه لاباس الواحد الحمد لله. باهي خلينا نحكي عليك انت شويه، كيفاش دخلت القطاع نتاع التحكيم البدايه بنلوب الكل؟ والله انا كما تعرف اسيل ولايه بنزرت، كنت قريت برمي سيكل في بنزرت ودوزيام سيكل قريت في منز بورقيبه، لعبت في النادي الرياضي البنزرتي فتره معينه، بعد لعبت في منز بورقيبه في فتره معينه مع حمادي ورديان والعربي الزواوي ربي يطول في اعمارهم ويبقى عليهم الستر. بعداش قريت في جابس عام، رجعت لتونس، بعد دخلت الميليتير. انا طرفه يعني كان تعرف كيفاش دخلت، كان الحاج علي ورديان الله يذكره بالخير وربي يعطيه الصحه كان شوفير تاع الكار نتاعنا، احنا تلامذه نمشيو نقراو نبدو نكورو في الحومه واحد. كي نطلعوا في الكار قال لي علاش ما تدخلش الاربيتراج انت كوارجي، وخو حمادي ورديان كان يريني فيه، هو اللي جابني للتحكيم. هذه البدايه نتاعي يعني. ندمت ولا نو؟ جامي جامي. علاش؟ رغم صعوبه الميدان ما عرفنا فيه برشا رجال، ممكن ما خذيناش فيه فلوس ولا حاجه، ما عرفنا فيه برشا رجال. التحكيم راهو فيه حاجه، ثم ناس اللي يخرج ولا يتغشش يسب القطاع ويقول كذا، بالعكس
قطاع التحكيم يعلمك الكاريزما، يعلمك كيفاش تتعامل حتى في دارك مع أولادك، يعلمك الصبر، يعلمك كيفاش تتعامل مع مجتمع كامل، مع أعلام جوارات، يعلمك يعطيك لحياتك، يعطيك برشا حاجات. مسيرتك كيف كحكم كيفاش تقيم؟ باهية متوسطة؟ حبيت كان تجكم أخير أقل متوسط كيفاش؟ بون الحاجة الباهية في مسيرتي أني رغم يعني واحد تظلم، يسمى تظلم في مسيرته بتاتر هيك اللي قدروا ربي، ما واحد ديما أنا نمن بالمكتوب، مي مسيرتي أنا راضي عليها برشا، أني حتى كي دخلت حكم دولي أول ماتش عملته دمي فينال شامبيونز ليج، عملت الماتشويت اللي نحبها الكل، بتاتر ثم شوية ظلم هيك اللي كاتب. ظلم مش كيفاش؟ ظلم يعني كنت النجم نمشي على الأقل كوب دي مونت، أبسط حاجة. من شكون ظلم؟ لا مانيش نذكر الأشخاص، لأني أنا الحاجة اللي تعديت ما نورمالمون الاتحاد الدولي هو حدد الحكام تاع المونديال ولا لا؟ مش ولا ما طلعوكش الليسته معناها؟ لا مش الاتحاد الدولي هو. تعرف اللي ثم ليست ا وليست بي، انا موجود في الليست ا وديجا لي ماتش اليميناتوار، خاصه لي ماتش اليميناتوار في الكوب دافريك، تشوف عامل 6 ماتشوات وعامل اليميناتوار كوب دي موند وما تمشيش حتى المسابقه، يعني ثم ظلم. باهي ما تحبش تسمي الاشخاص، نحترم. احكي لنا شنو صار، ما غير ما تسمي الاشخاص ما يصيرش. شنو صار يعني هيك اللي كتبوا ربي. ما تحبش تحكي فيه الموضوع؟ لا ما نحكيش، انا 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 مخو عهد على روحي انه الناس هذوما حتى كان ظلموني انا مسامح. والناس هذوما نحترمهم. علاش؟ مانيش خايف منهم، ما عندهم ما يعملوا لي. مي عيب حتى على في شخصك الإنسان هذاك، خدم بتتر عن غير قصد، بتتر عن قصد، وهذاك اللي خلاني تويكا نحاول ما نظلم حد، وصرتو كي نحس واحد مظلوم نكون معاه، لأنه خطر دعوة الظالم خايبة. مسؤول في التحكيم اللي تحكي عليه؟ لا ما غير ما تجرني من الحديث الواحد إسلام، ما نجمش نقول لك حد شيء. أنا نقول لك حاجة واحدة، نقول لك الاربيتراج فيه حاجات باهية برشا. انا قاعد لي كان البهي الخايب الكل ننساه، انا في حتى في طبيعي في كاركتيري، حتى غشي بيريوديك. مازال في الدومين تاع الكوره؟ ولا بعد؟ لا ما عادش مشى، ربي يعطيه الصحه وربي يبارك له هو وامثاله. تعرفت قبل سي عاوز كحكم محاوله استماله هكا، باش ما نقولوش رشوه كلمه كبيره، استماله هكا سايبنا عاوننا؟ لا الاستماله لا، اغزر انا ديما نقول للاربيترات، نقول لهم اللي الحكم راه يبني كيفاش تبني دار، بالحجره وصديبون انت والبنيه اللي باش تبنيها. تنجم تبني بنيه خايخه يجي نهار وتيح عليك، لكن كي تبدا تبني يلزمك تبني على التيران والبرة من التيران. بتاتر بحكم خدمتي، خاطر انا ميليتير الحق، ما ثماش كونتاكت كبير، ما ثماش باش ينجموا يعملوا عليك ضغوطات انه مش يرقيك ولا باش يزيدك في الشهريه ولا باش ينحيك من خدمتك، انك تزفر نهار لحد وفي الماتش غادي. فما مسيره تحكيميه نجم يقول لك بها مونديال مثلا تنجم تتغلى بيه؟ يعني خلصت انا في برشا حاجات، انا قلت لك انا تظلمت باش ما عاودوش نرجع. صحيح ثم حاجات اللي مثلا بون الشخص اللي ظلمني انا قلت لك مسامحه. تظلمت خاطر ما حبيتش تمشي معاه الشخص هذايا في اللي حاب عليه؟ وي. معناها تعرفت قبل المحاولات نتاع استمالة؟ الاستمالة يعني هو خاطر يخدم في خدمة بون خدمة أليشيل كبير، ما ينجمش. مسؤول تونسي سابق في الفيفا؟ لا مسؤول لا شيء. خاطر قلت لي يخدم أليشيل كبير. يعني قلت لك خاطر أغزر في التحكيم راهو تولي مويان ما نروم، تولي روت ما نروم، وانت اختار هي تمشي قد وتمشي عدل وتمشي مريقل ما على بالكش واللي كتبه لك ربي، تنجم تمشي في الطرق الملتوية ما عندك وين توصل زاد. خطر اسمع مش قول لك حاجة، لو اجتمع الإنس والجن على أن يزيدوك شيء رغم يزيدوكش، ولا مشي ينقصوا لك شيء رغم ينقصوا لكش. هذو ما يلزم الإنسان يكون فاهم اللي راو ربي كتب لك حياتك الكل كاتبة، ما أنت زادة اجتهد والباقي على ربي.
تقريبا انا همم بها. تقريبا خسرت الشخص اللي تحكي عليه، وحتى الساده المستمعين اللي تابعوا عرفوا معناها شكون. كي تقول لي علي شيل انترناسيونال في وقتك انت، فماش برشا ما كانوش وقتها برشا. انت كان ميساج رقم عموما ما تحبش تحكي فيه برشا الموضوع، مش نتجاوزوه. قلت قبل صرحت في حنبع وقتها انت وحكم كلمك يونس السلمي وقتها، قال لك فما رئيس جمعيه يشكر فيك. الله يسلم تو يونس السلمي، راني نحترمه، كان يعني مديري، ومن العيب اني تو مش نجبدو ولا واحد. لا من الكلام هذايا مانيش باش ندخل فيه وما نجبدوش. اي انت قلت قبل؟ ما قلتش، ما يمكن قلتش يمكن كنت في غيبوبه. كيف بتكتم برشا سي عويد، مش تعبني اليوم. لا ما تعبكش، ما احتراما للاشخاص، واحتراما انا كيف ما نحبش واحد يرميني بالكلام الخايب، لازمني زاد انا نحترم روحي. وقلت لك يونس السلمي باين ندمت عليه الكلام اللي قلته هذاك، قولوه. والله لا، هو راهو خسر، ما ندمتش انا، ما ندمش على حاجه قلتها، تحب ولا تكره ما ندمش على حاجه قلتها. اما وقت اللي انا نحترم الناس، اما وقت اللي يخرج واحد وقدامك وخدمت انا بار اكزومبل، خدمت البريود هذه الكل قاعد نخدم، نهار اللي يجي واحد في بوقتي ما نجيش انا نقول له راهو بيك ولا عليك ولا كذا ولا كذا، خاطر فوزاتوندي تو، راهو كل واحد عنده سلاحه، كل واحد عنده اسراره، كل واحد عنده حياته الخاصه. يلزم اللي داروا بالنار ما يرميش العباد بالحجر. يعني وقت اللي يجيني واحد ويتكلم فيا قدامي، بالنسبه لي انا جوري اجي ندافع على روحي، لكن ندافع بالحق. ما نتهموش ولا نقول له حاجه. اما وقت اللي انسان ما مسنيش ولا نحترم. علاش علقت كما يقولوا صبات الزفارة؟ والله انا مازال لي عامين في الكاريير متاعي. قلت لك وقت اللي يعود ما عندكش اوبجيكتيف، خاطر هو مش تزفر في تونس ما شاء الله، يعني انا مزفر في تونس ما شاء الله، عندك اوبجيكتيف ني باتا المونديال، هو المونديال قاعد. علاش؟ خاطر هو يزمك تشوازي لو مومون وقتاش تخرج. انا خرجت معزز مكرم، ما خرجتش خاطر كارير الاربيتر صعيبه، وكما قلت لك مش تبني سهل، مش تهدم سهل. ريت كلمه معك، انت تحب السكوب، تحب تاخذ معلومه، حقك كصحافي ومش تكون ناجح. الاربيتر يزمو زادة يستحفظ على كاريره، والاستحفاظ على الكارير تدخل فيها بلوزيور كريتير، واكبر كريتير اخلاقك. خاطر انما الامم الاخلاق وما بقيت فانهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا، لانه الانسان اذا كان مشى في طريق خايبه حتى اللي مشيخه منك ومشي شيخ عليك ما يحترمكش. كي بطلت التحكيم كنت تتوقع روحك تكون مدير اداره التحكيم؟ نو جامي. كيفاش جيت في مخي؟ مشيت انا عامل كاف اونترنور، كنتش نمشي حاجه اخرى اللي هي جي جامي خممت باش نكون مسؤول في التحكيم، كنتش نمشي اونترنور. انا خاطر كنت راني في السيليكسيون ميليتير وعندي كاف نتاعي. كيفاش جاء دخول الاداره وقت؟ والله في اكتوبر 2012. اي نعم، سي وديع اتصل بي ساعتها قال لي مش قولك، يعني قال لي يعني حتى بطريقة أنا بيدي ماني مازلت نخدم، يعني قال لي إيش قولك تكون معانا في كذا وكذا. قلت له راني مازلت نخدم، وفي البريود هذيك مازالوا شهرين ولا ثلاثة شهر. بعد إيش سهل ربي كما قلت لك مكتوب جسويلا. من اكتوبر 2012 كما قلت لك لليوم، الناس الكل تتبدل، كان السيد عوض الثلاثي مدير اداره وتهيئه التحكيم موجود. كيفاش تقرا هذا؟ كفاءه السيد عوض الثلاثي محمي طبق التعليمات؟ اعطينا الصحيح. باش نعطيك الصحيح، اول حاجه انا صاحب صاحبي في الدنيا. انا صاحب صاحبي، يعني مانيش غدار. والانسان الكوريكت والخدام ما نتصورش انه مش يجي نهار ويغدر ولا يكون بلغتنا احنا ماهوش في المستوى. باش نعطيك، انا علاقتي بسي وديع الجري عمرنا ما كنا اصحاب، وقبل ما نخدم معاه يظهر لي مره برك
كان يسمع فيها يمكن ينجم. مرة برك تكلمنا بتليفون، مرة برك لنا أصحاب لا يعرفني، يا هو يعرفني يعرف خطر الكورة وكان منبر فيدرال، أما ما عندنا حتى علاقة في مين. نطبق التعليمات أول حاجة، شنو التعليمات الموجودة باش نطبقها؟ هو رئيس جامعة كيحب يعمل حاجة il s'en fout de عواز و غير دابري. أنا كان جيت في بقعة رئيس جامعة البقعة اللي أنا فيها صعيبة برشا، خاطر كي لازمك تكون كفء، وأنا قلت قبل ما تنجمش تكون كفء، ما تنجمش تخدم مع وديع الجريمة، تكون بريفونتيف، إذا كان مكش بريفونتيف ما تنجمش تخدم معه، نتعدى. إذا كان ما تحميش أصحابك وتقف معه، وسمحني في الكلمة، وقت لازم تغطي عليهم تغطي عليهم. شنو تغطي عليهم؟ يعني ما تكونش قواد، سمحني، وديع الجريمة ما يحبش قواد، لأنه اللي يقود لك يقود بيك. وبلغة الرجلة يلزمك تكون راجل، لأنه البوست يمشي، البوست يمشي، يلزمك زادة تحمي الحكام. أنا نغير على التحكيم ونحب الحكام، وتعطيني أكبر رئيس جمعية ولا أكبر من عارش كونه، إذا كان مش نجي ضده نجي ضده. إيجو كيت ما يقلقنيش، كان عنده بوفوار بشي نحيني يتفضل. مستقلة دونك إدارة التحكيم في الديسيزيون متاحة؟ شوف، احنا محظوظين مش نقولها للمرة الألف أنه معانا الدكتور وديع الجري. علاش؟ اللي نطلبوه ناخذوه، وإذا كان ثم ديفايونس رانا من احنا، احنا متوفرنا كل شيء، نخدمه في أرياحية. أنا ما نتذكرش نهار سي وديع جال لي دار شنو تخدمه ولا شنو تعمل، مش نكونوا واضحين. استقلاليتنا موجودة، واللي يحب يكون في تبعية ولا في واحد، أول حاجة تبعية اللي نحكيه عليها المكتب الجامعي راهو سي لديانا، لديانا سي المكتب الجامعي، احنا عائلة. إذا كان حاجة تمسه هو تمسنا احنا، حاجة تمسنا احنا تمسه هو، تمس مش هو. على شخص انها في شخص مكتب جامعي، عنا رئيس، ثم يرشي الناس كل تحترم لي الناس كل تعرف لي سيد وديع الجري هو الرجل الأقوى في الكرة التونسية، معناه على ذلك الناس كل شايب وديع الجري، معناه إيه. أنا ماذا بي رئيس قوي، ما نحب الزادة رئيس بشكوتو. إذا كان تعطيني رئيس بشكوتو وأنا نقوله هكا ويقول لي لا، نحب رئيس قوي يتدخل في تعيينات سيد وديع الجري كما يقال. وحتى كان يتدخل أنا معه. يتدخل معناه حتى لا ما يدخلش. أما حتى كان يتدخل، كيفاش يتدخل؟ وقت يكون ديزينياسيون غالطة ولا مش في بقاتها يلزم يتدخل، بعد شكون باش يتسبب؟ فما إدارة بتاع تعيينات هنا مرمو تعيين، فما إدارة كاملة لجنة كاملة موجودة مالك باش هو باش يتدخل. أنا قلت لك عاد ثم لجنة كاملة وتخدم في أريحية وأمورها مريقلة، لكن أشخاص يغلطوا، ثم أشخاص تغلط. اللي مبني، اللي كل حاجة فيها أناتوريما فيها أخطأ، ملا إذا كان أنت تعمل اللي تحب وأنا رئيس جامعة ما نتدخلش، يظهر لي أنتم ما تعرفوا. إذا كان تدخل رئيس الجامعة علاش تدخل، وإذا كان ما تدخلش يا سيد رئيس الجامعة شبيك ما تدخلش، زاد هو يجب يكون يكون يعرف شنو ثم وشنو ما ثمش. مش كان هو يقال حتى شقيقه وجه الجريد دخل في التحكيم. شوف حكاية فارغة راه، واسمع، وقت تحب تلقط الواحد، وقت تبدا هو شقولك بلغة الواحد اللي تحبه ولا قتله، اللي تكرهه سقط، ولا اللي تحبه سقط له، اللي تكرهه ولا قتله، ولا كيفاش يقولوا. وقت تحب تدخل عباد في واحد، دخل اخته ودخل ابوه دخلوا الناس كل، يعني حكاية كلام فارغ، كلام فارغ. يعني ما نتصورش انه اي مسؤول في الإدارة الوطنية للتحكيم يسمح لروحه ولا يقبل على روحه اشياء كيف هكا، ما نعرفش فيش يتدخل. يعني فيش يتدخل، مش يتدخل البنقردان، البنقردان يتاكل في العصا ديجا، حتى ديرنيير ما كليت برشا عصا، فيش يعني يتدخل. كلام مردد على اصحابه. وقت اللي واحد يشوف النجاحات نتاعك ما يبنيلكش على النجاحات، يبني لك على سفاسف فارغه. والله يتدخل، والله يكلم، والله نون سي دي نابورت كو. سي لا وديع الجريم مع نجي جويني، ما خلينا نشوفوا حكم تونسي في المونديال. والله مش صراع، هو شوف هو العركه مش صراع، هو مش عركه. واخسر ما قلت لك راه صاريف اليا دي فوا الكونفرونتاسيون ديريكت اللي واحد يوصل روحه. انا ديما انا نحترم سي نجي جويني، نحترم في سنه وفي مكانته، نحترم وديع الجري عرفنا ونحبه ولا نكرهه، يلزم نحترموه بما فيه نجي جويني، يلزم يحترمه.
تقول لي انت انا قوي ولا نحب نكون قوي، نجم تكون قوي في ميدانك وفي البقعة اللي انت فيها. خاطر علاش ما نجمش انا نجي لسيناجي جويني شبيك تخدم هكا، خدمتك في قطر علاش ما عملتش هكا؟ نو، هذيك قلت يعني احترام لشخصه. راهو كي تحب تنقد انا نجم ننقدك، حط على الكاسكه اللي لابسها، كل كره الكاسكه بها وعليها وعلاش ما جاتش هكا وكرها جات هكا، تقعد تخزر لي انت تقول شفاش يحكي، انا نحكي في دومان ويحكي في دومان. يعني النقد سهل مش انك تنقد، مي وقت اللي تصير خلافات هيك خلافات بسيطة تعديناها. كاين نجم يعاون السيد نجويني باش يكون عندنا حكم في المونديال؟ ما عاونش بيان سير. شكون قالك هو تو مش يعاون؟ قاعد يعاون علاش ما عندناش حكم في المونديال؟ والله طرف غلطت الاعلام. شنو هو غلط الاعلام؟ تقص يد السارق قبل ما يسرق. يعني سامحني ولو هي مش مقابله بعضها، الكوب دي موند ليست فينال مازالت، فما ليست تعاملت ماهيش ليست فينال. وانا نوعدك اللي باش يكون عندنا حكم في نهائيات كاس العالم، باش يكون فما حكم تونسي في المونديال الجاي بتاع قطر ان شاء الله. مؤكد هذا معناها؟ ان شاء الله، ماهوش مؤكد، ما ان شاء الله. خليه سكوب هذا، هذا نحبوه. صادق السلمي الاقرب ما نجمش نقول لك، كما اللي كاتب له ربي ان شاء الله هو يكون. هو بين يوسف السلاري وصادق السلمي هما مواظب اقرب ان شاء الله. هذو رقم واحد واثنين ولا اللي كاتب له تو يمشي. شكون رقم واحد وشكون رقم اثنين؟ والله كلهم رقم واحد عندي انا. اللي نجح الماتشوات ويكون بيرفورمان هذاك رقم واحد. علاش ديما فما كلام على صادق السلمي سي عواز وبدرجه اقل حتى المساعد يا من المنوشي زاد؟ شوف صادق السلمي اللي نعرفه كشخص انسان يخاف ربي، و اللي نعرفه في الدنيا مش نحكي على تحكيميا، انسان يخاف ربي وانسان كوريكت، ما اخطا ككل بشر يخطئ. علاش هو بالذات؟ يمكن زاد ثم برشا تجني عليه بصراحه، برشا تجني. يعني ماذا بينا احنا الاربيتر نتاعنا نقفوا معاه نعاونوه وقت اللي يغلط، زاد ماناش باش نسكتوا له. احنا كاداره وطنيه للتحكيم كل اربيتر يغلط قاعد تشوف رغم الانتقادات ورغم كل شيء، لكن كل واحد لازم يعرف حدوده. كيفاش شفت مردوده في المقابله النهائيه صادق حسين؟ والله اجمالا مردوده كان فيزيكمون كان طوب، تكنيكمون ما كانش خايب. زاد مقابله شفتوها الناس كل بون، ثم فوت دابريسياسيون نجموا نحكيوا فيها اللي هي على ضربه جزاء مش ضربه جزاء، فيها برشا كلام على زوج ضربه جزاء. هاني قلت لك فوت دابريسياسيون، ما تنجمش تقيم حكم في فوت دابريسياسيون، قيموا اجمالا شنو عمل. خاطر فوت دابريسياسيون نشوفوا حتى في المقابلات اللي قاعده تصير بالفار، اللي هي 5 و 6 اكسيون يمشي الفار. احنا اكسيون نحكيوا على اكسيون. تقديرك انت شنو للقطتين هذوكم خاصه تاع ضربات جزاء تاع تراجي؟ والله تقديري لي انا يقعد لي انا، خاطر لكن مهم باش نعرف راي رئيس الجمهوريه. ما نجمش نعطيك راي، خاطر رأيي مهم وعطيته لي هو ويعرفه هو بالكدا وهذا الاهم. نعطيك رايي انا، زوج ضربات جزاء واضحه لتراجي ما تعطاوش في المقابل، ونحترم رايك. واضح. سيد وديع جريك كان غاضب شويه من التحكيم ولا شكون قال لك؟ عندي معلومه قولي صحيحه ولا شكون قال لك ترى؟ لا مش مهم شكون قال، المهم معلومه صحيحه ولا غلط. اول حاجه ما ثماش غضب، بالعكس احنا كي نشوف وعملنا خطر قيمنا وشفنا يعني الحق مردود الحكام رغم الظروف الصعبه رغم اللي كذا، كان بنسبه كبيره حتى 90% كان مردود طيب. بعض المساعدين كما قلت لك ما كانوش في يومهم بتتر، ما اذا كان مش نشوف الظروف اللي تعدينا بها الكل واللي نمبر دو ماتش اللي تعدينا بها الكل، انا شخصيا راضي على المردود التحكيم. كيف دقيقه عن الاخبار ونص اجماليا، كيفاش تقيم مردود التحكيم في الموسم الماضي؟ أنا قلت لك راضي بنسبة 90% مع بعض الأخطاء التقديرية اللي قلت لك للحكام، كسوا ما الضغط كسوا خطرة والانفيرونمون صعيب برشا، وانت تمشي للتيرانات وتشوف الانفيرونمون اللي يزفر فيه الحكم التونسي، لكن أنا راضي ومع الحكام مانيش، لكن كما تعرف وقت اللي يخطئ الحكم زاد نحاسبه.
المساعدين وافقوا شوية الحكام الرئيسيين. وفي بقى هذوما الأخطاء اللي أنا مش راضي عليهم، بعض المساعدين اللي ما كانوش في مستوى بتتر المقابلات اللي مشاو لها، نقول مش في مستوى يعني درجة أنه مستواها أقل، ما في نهارتها ما حضرش ما تشوه ولا كان مش مركزة 100%. واضح. مطلف ونص وقت الأخبار مع زميلتي فدوى تركي، بعد راجعين مكملين الحوار متاعنا مع السيد عواس رابلسي مدير الإدارة الوطنية للتحكيم.